السلام عليكم طلاب الكرام في اي مكان في جمهورية مصر العربية، اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة مع دفعة التابلت 2021. لسه مكملين مع بعض في المنهج زي ما احنا ماشيين، خلصنا بفضل الله الوحدة الاولى والتانية في النحو، وخلصنا كمان اول مدرسة ادب مدرسة الاحياء والبعث، وخلصنا كمان نص غربة وحنين. فلو انت لسه ما ذاكرتش اي حاجة بالكلام ده كله تقدر ترجع للقناة وبعد كده تكمل معانا الحلقة الجديدة. النهاردة مع بعض مع تاني مدرسة في الادب وهي مدرسة الاتجاه الوجداني. بيحصل عندي ان بيظهر عندي مدرسة اسمها مدرسة الاحياء والبعث اللي سمعنا عنها المرة اللي فاتت، مدرسة الإحياء والبعث اللي قدرت تعيد وترد للشعر اللي كان عليه في سابق الدهور والأزمان، في الوقت اللي كانت مدرسة الإحياء والبعث بترجع ليه للحياة مرة تانية وبتعيد للشعر الحياة والروح من مرة تانية. كان عندها بعض المشاكل اللي شافتها مدرسة بتظهر معاها في نفس الوقت اسمها المدرسة الرومانسية. المدرسة الرومانسية اللي انقسمت لأربع مدارس، الاتجاه الوجداني ومدرسة الديوان ومدرسة أبولو ومدرسة المهاجر، وكلهم موجودين علينا في منهج السنة دي. بتظهر عند المدرسة الرومانسية وبتلاقي ان في مشكلة عند مدرسة الاحياء، ان مدرسة الاحياء بتميل اكثر او بتنصرف عن النفس مش بتهتم بالنفس، وجدت ان مدرسة الاحياء بتغرق كثيرا في شعر مين؟ المناسبات. فظهرت عندي المدرسة الرومانسية اللي اول مدرسة فيها هي الاتجاه الوجداني، ومؤسس هذه المدرسة هو خليل مطران. يعني مؤسس المدرسة الرومانسية بشكل عام هو خليل مطران، وكمان هو صاحب الاتجاه الوجداني، اول مدرسة موجودة في هذه المدرسة. المدرسة الرومانسية بتبدأ ترجع للشعر شيء من النزعة الذاتية، يعني الشعر بيتكلم عن نفسه وبيتكلم عن شخصيته وطباعه الى اخره، الكلام اللي بدأت بيه مش مهم. تعالوا نبدأ مع بعض كده واحدة واحدة في المدرسة. بيظهر عندي مدرسة الاتجاه الوجداني اللي اول سؤال فيه بيكون علامة يقوم الاتجاه الوجداني. الطبيعي ان اي بيت موجود في الحياة دي لازم يكون ليه مجموعة من الاسس والحاجات اللي بيقوم وبينبني عليها، وده اللي بتعمله مدرسة الاتجاه الوجداني، بتبين الاسس وبتبين القواعد اللي بتقوم عليها مدرسة الاتجاه الوجداني، هي قايمة على ايه وبتنبني على ايه تحديدا. فقالك ان هي بتبنى مدرسة الاتجاه الوجداني بتبنى على ثلاث كلمات: اكتشاف، اعتزاز، تطلع. يبقى هنا علامة يقوم الاتجاه الوجداني هيقوم على ثلاث كلمات: اكتشاف، اعتزاز، تطلع. تعالوا نفهم يعني ايه الثلاث كلمات اللي قصاد دول. اولا بيقول لك اكتشاف الفرد لذاته او اكتشاف الفرد ذاته والعمل على النهوض بها. اول حاجة انا بقول لك انا بتكلم عن الذات والكلام ده كله، فاول نقطة هنتكلم عليها وبيقوم عليها الاتجاه الوجداني ان انا كفرد اول حاجة هعملها ان انا ابدأ في اكتشاف ذاتي. طيب انا اكتشفت ذاتي وعرفت ان انا عندي ايجابيات هنا وعندي سلبيات هنا، ابدأ معايا بقى اتحرك للنقطة التانية، العمل على النهوض بها. تبدأ ان انت تحاول تنهض بنفسك وتطور نفسك اكتر. يبقى اول حاجة اكتشاف الفرد لذاته والعمل على النهوض بها. طب انا دلوقتي بدأت ان انا اكتشف ذاتي وبدأت ان انا انهض بنفسي، الطبيعي ليا ان انا هبدأ اتعرض لمجموعة من الثقافات الجديدة، هتعرض لثقافة جديدة، هتعرض لامور جديدة هبدأ ان انا اتعلمها. هل يكون عندي خجل وحياء من هذه الامور اللي انا بتعلمها؟ راح قالك لا، واعتزاز الفرد بثقافته الجديدة ووعيه الاجتماعي. يبدأ كل فرد ويبدأ كل انسان يكون معتزا بالثقافة الجديدة بتاعته ووعيه الاجتماعي. يبقى اعتزاز الفرد بثقافته الجديدة ووعيه الاجتماعي. كل الكلام دوا هيبدأ انا دلوقتي بدأت ان انا اكتشف نفسي وبدأت ان انا اعتز بالصفات بتاعتي. طب ايه الهدف بتاعي اللي انا هبدأ اتطلع اليه؟ قالك والتطلع الى المسل العليا، او التطلع الفرد الى المسل العليا من حرية الى كرامة لمساواة الى عدل الى محبة الجيد ومجافاة القبيح الى اخرها منين من الصفات. يبقى هنا اكتشاف الفرد لذاته والعمل على النهوض بها، بعد كده اعتزاز الفرد بثقافته الجديدة ووعيه الاجتماعي، وكل ده هو بيخلي الانسان يتطلع الى المسل العليا. يبقى التطلع الى المسل العليا من حب، كرامة، اخاء، اخاء، مساواة الى غيرها من الصفات الكويسة. الاتجاه الوجداني زي اي انسان او زي اي حاجة في الدنيا دي
بتبدأ صغيرة وبتبدأ تنمو وتكبر وتبدأ ان هي تزدهر وتوصل لمرحلة النضوج ومرحلة الازدهار، وبالطبيعي ان بيوصل بها الامر في النهاية الى مرحلة من مراحل التراجع. وهو ده اللي بيحصل مع الاتجاه الوجداني، اللي بيبدأ هذا الاتجاه محاكاة للرومانتيكية الغربية. بدأ الاتجاه الوجداني البداية بتاعته ان هو بيحاكي الرومانتيكية الغربية، يعني بيقلد الرومانتيكية الغربية اللي موجودة في الغرب. في اللحظة اللي كانوا بيقلدوا فيها الرومانتيكية الغربية كان عندي مدرسة الإحياء موجودة. كان عندي مدرسة مين؟ الإحياء، التي كانت تحاول أن ترد للشعر مرة أخرى لمساته، تمام كده، لمساته الوجدانية الذاتية. يبقى تاني مع بعض كده، معلش. كانت هذه المدرسة أو بدأت هذه المدرسة محاكاة، اكتب معايا كده لو أنت بتكتب، بدأت هذه المدرسة محاكاة للرومانتيكية الغربية مع حركة الإحياء التي استطاعت أن ترد للشعر ما فقده من لمسات وجدانية ذاتية، التي استطاعت أن ترد للشعر ما فقده من لمسات وجدانية ذاتية. يبقى هنا بدأت محاكاة للرومانتيكية. في اللحظة دي كانت عندي مدرسة الإحياء بتحاول ان ترجع للشعر مرة تانية ما فقده من لمسات وجدانية ذاتية. هذا الاتجاه بدأ ينمو ويكبر على يد خليل مطران، رائد حركة التجديد. يبقى هنا نما هذا الاتجاه على يد خليل مطران، رائد حركة التطوير والتجديد. هو رائد الحركة، رائد التطوير، رائد التجديد، خليل مطران. ولكن بدأت المدرسة عندي تزدهر، تحديدا كان في العقد الثاني من الثالث من القرن العشرين. يبقى بدأ ازدهار هذه المدرسة تحديدا مع العقد الثالث من القرن العشرين، مع العقد الثالث من القرن العشرين، تحديدا مع ثلاث مدارس: مدرسة الديوان ومدرسة أبولو ومدرسة المهاجر. يبقى ازدهرت منذ العقد الثالث من القرن العشرين على يد رواد هذه المدرسة: مدرسة الديوان، مدرسة أبولو ومدرسة المهاجر. وكما أي شيء في الدنيا دي بيزدهر لابد له أن يأتي له مرحلة من مراحل التراجع. فبدأ هذا الاتجاه في التراجع بعد الحرب العالمية الثانية. بدأ الاتجاه ده يتراجع، بدأ الاتجاه ده يتخاذل تحديدا مع الحرب العالمية الثانية أمام تيار الواقعية الجديد. يبقى هنا لماذا تراجع الاتجاه الوجداني؟ بقول له أمام تيار الواقعية الجديد، والواقعية هي آخر مدرسة أدبية علينا في المنهج إن شاء الله تعالى. يبقى هنا بدأ محاكاة للرومانتيكية الغربية مع حركة الإحياء اللي ردت للشعر ما فقده. نما هذا الاتجاه على يد خليل مطران، رائد حركة التجديد. ازدهر هذا الاتجاه في العقد الثالث من القرن العشرين على يد الديوان وأبولو والمهاجر، ولكنه بدأ في التراجع والتخاذل تحديدا بعد الحرب العالمية الثانية أمام تيار الواقعية الجديد. المهم بيظهر عندي سؤال في منتهى الأهمية: خليل مطران بيكون لي موقف من الأدب، أو الاتجاه الوجداني بشكل عام بيكون لي موقف من الأدب، بس مش أي أدب، الأدب القديم أو الشعر القديم. يبقى هنا تحديدا بنقول موقف خليل مطران من الشعر القديم، موقف خليل مطران من الشعر القديم. تعالوا نشوف موقفه ماشي إزاي. أولا بيتكلم خليل مطران الموقف بتاعه من الشعر القديم، قال لك حرصوا على، بدأ يحرصوا وبدأ يتمسكوا به. فحرصوا على ايه؟ حرصوا على الخروج من أسر أنماط الشعر القديمة المكررة. يبقى أول حاجة ايه؟ الخروج من أسر أنماط الشعر القديمة المكررة، أنماط الشعر القديمة اللي ربطاني ومقيداني ومخلياني مش عارف أكتب شعر زي ما أنا عايز. أنا هخرج وهتحرر منها. يبقى أول حاجة وممكن يجيبها لي علامة حرص جماعة الديوان. يبقى هنا نبدأ مع بعض كده واحدة واحدة. حرص على الخروج من أسر، يعني قيد، أنماط الشعر القديمة المكررة، أنماط بمعنى أشكال الشعر القديمة المكررة. يبقى حرص على الخروج من أسر أنماط الشعر القديمة المكررة. طب انت يا خليل مطران هتطلع من أنماط الشعر القديمة المكررة، ايه الإضافة اللي انت ممكن تقدمها او ايه الحاجة اللي انت هتقدمها؟ فقال لك
حرصوا، بصوا معايا كده بقى، عن طريق، شوفوا معايا، الخروج من أسر أنماط الشعر القديمة المكررة. فراح قايل لي عن طريق ابتكار صيغة شعرية جديدة. أنا هألف لك وهبتكر لك وهخترع لك صيغة شعرية جديدة. يبقى هنا كيف سيخرج من أنماط الشعر القديمة؟ هيخرج من أنماط الشعر القديمة عن طريق ابتكار صيغة شعرية. صيغة شعرية شكلها عامل ازاي؟ راح قايل لي يمتزج فيها التراث بالعصرية. أول حاجة التراث والعصرية هيختلطوا فيها ببعض. يبقى هنا يمتزج فيها التراث والعصرية، وتكتسب فيها الألفاظ دلالات حديثة وقدرة جديدة على الإيحاء. تكتسب فيها الألفاظ، يعني اللي بتنطق اللسان من كلمات إلى آخره، تكتسب هذه الألفاظ دلالات حديثة، يعني دلالة وشكل حديث وقدرة جديدة على الإيحاء. الكلمات توحي بمعاني جديدة. خليل مطران ومن بعده من أول الناس التي كانت تستخدمها. يبقى هنا قال لك إيه؟ هيتحرر من أسر أنماط الشعر القديمة المكررة. هتحرر ازاي من الاسر دوا؟ قال لك ان انا هبتكر صورة شعرية جديدة. ما صفة هذه الصورة؟ يمتزج فيها التراث بالعصرية، وتكتسب فيها الالفاظ دلالات حديثة وقدرة جديدة على الايحاء. بعد كده راح قايل لي الصورة الشعرية تقوم على مفهوم فني حديث. تاني، الصورة الشعرية او الصورة الفنية اللي بيستعملها خليل مطران بتقوم على مفهوم فني حديث. هذا المفهوم ينتفع بالنظريات الحديثة في الفن، في الأدب، في اللغة، في الموسيقى. يبقى هنا تقوم الصورة الشعرية على مفهوم فني حديث ينتفع بالنظريات الجديدة في الأدب والفن، في اللغة والموسيقى. تقوم الصورة الشعرية على مفهوم فني حديث ينتفع بالنظريات الحديثة في الفن والأدب، اللغة والموسيقى. الكلام اللي بقوله لازم تفهمه كويس جدا 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 عشان الأسئلة، سواء إذا كانت أسئلة مباشرة أو أسئلة استنتاجية، أعرف أحلها. الأدب فرع مهم وبيتحكم في النصوص كمان، فلازم نركز. آخر حاجة بيقول لك تنطلق الصورة الفنية من الوجدان. تنطلق الصورة الفنية من الوجدان، سؤال مهم جدا جدا جدا. موقف خليل مطران من الأدب أو حرصه على الأدب. أقوله تاني معلش، الخروج من أسر أنماط الشعر، الخروج من أسر أنماط الشعر القديمة المكررة عن طريق ابتكار صيغة شعرية جديدة يمتزج فيها التراث بالعصرية، يعني القديم بالعصرية، وتكتسب فيها الألفاظ دلالات جديدة أو حديثة وقدرة جديدة على الإيحاء. الصورة الشعرية تقوم على مفهوم فني حديث ينتفع بالنظريات الحديثة سواء في الأدب أو في اللغة أو في الموسيقى. وأخيرا تنطلق الصورة الشعرية من الوجدان. تنطلق الصورة الفنية أو الشعرية لابد أن تكون منطلقة من الوجدان، يعني منطلقة من ذات الشاعر. من هنا بيّن لي موقفه من الأدب عشان يطلع ويبين لي السمات التي تميز مدرسة الاتجاه عن أي مدرسة تانية، السمات اللي هتميز الاتجاه الوجداني عن أي مدرسة تانية. في الحقيقة خليل مطران كان في منتهى الجراءة وأعلن عن السمات بتاعته في مقدمة ديوانه الذي أصدر سنة 1908. بدأ خليل مطران يعلن عن سماته الفنية أو سماته الشعرية في مقدمة ديوانه الذي أصدر عام 1908. يعني في 1908 في الجزء الأول من ديوانه الذي أصدره بدأ يكتب سماته الفنية. فقال لك أول حاجة، قال لك شعر عصري وفخر أنه عصري. ركزوا معايا، خليل مطران انت ممكن يجي يقول لك انا هكتب شعر عصري، فتقول لي يا عم ايه القرف اللي انت بتكتبه ده، او الحاجه اللي انت بتكتبها دي بالنسبه لنا مش مناسبه معانا، او هيروح هو رادد عليك يقول لك انا بكتب شعر عصري وانا سعيد وفرحان وفخور ان انا بكتبه عصري، يعني حاجه مالكش دعوه انت بيها. يبقى تاني راح قال لك ايه؟ شعر عصري وفخر انه عصري. لا ده مش بيقول كده بس، قال لك وله سابق الشعر، تمام كده، على سابق الشعر مزية أو ميزة زمنية على سالف الدهور. ده كمان لميزة زمنية على سابق الشعر بيتميز بيها على كل الأشعار. المهم النقطة الأولى قال لك إيه؟ شعر عصري وفخر أنه عصري. شعر عصري وفخر أنه عصري.
الميزة الثانية بيتكلم وبيقول ليس ناظمه بعبد، ليس ناظمه بعبد يعني ليس كاتبه بعبد. خليل مطران بيقول كلام صعب جدا على فكرة، ده بيقول لك ان الانسان اللي بيقعد يكتب الشعر وبيقلد القدماء خليل مطران بيعتبره عبدا، فراح قايل لك ليس ناظمه بعبد يعني لا يقلد القدماء في صياغهم الشعرية، او بنقولها بشكل تاني زي ما في كتاب المدرسة، اي لا تحمله ضرورة المحافظة على الوزن والقافية على غير مقصده. شوف معايا بيقول لك ليس ناظم هذا الشعر بعبد، عبد يعني ايه؟ يعني بيعمل حاجات هو مش عايزها، بيكتب حاجات هو مش عايزها، كل ده بس في سبيل انه يحافظ على الوزن والقافية. يبقى هنا المقصود بليس ناظمه بعبد اي لا تحمله ضرورة المحافظة على الوزن والقافية على غير مقصده، مش عشان هحافظ على الوزن والقافية هبعد عن الهدف وهبعد عن المقصد بتاعي، لا انا ما عنديش الكلام ده. بالرغم ان خليل مطران كان من الشعراء الذين يحافظون على الوزن وايه والقافية، ولكن هذه المحافظة لم تكن تبعد خليل مطران ابدا عن هدفه ومغزاه من القصيدة. لذلك خليل مطران شاف الشخص اللي بيحافظ على الوزن والقافية وبيحافظ على تقليد القدماء ومع ذلك يبتعد عن الهدف او المقصد بتاعه اعتبره عبدا. اعتبره مين يا جماعة؟ عبدا. يبقى تاني قال لك ليس ناظمه بعبد يعني ليس كاتبه بعبد، المقصود بذلك لا تحمله ضرورة المحافظة على الوزن والقافية على غير مقصده. خليل مطران المعاني بتاعتك هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى عاملة زي الاغاني اللي موجودة حاليا، ولا هتبقى مثلا معمولة بشكل معين اللي احنا بنسمعه دلوقتي والشعر مش عارف العام اللي احنا بنسمعه واي كلمتين بنركبهم مع بعض وبيطلع معايا وبنسمعهم في كل مكان. راح خليل مطران قال لك وقف، انا لسه بحب اللغة العربية، لسه بحافظ عليها، ودليلي على كده ان المعنى الصحيح يقال المعنى الصحيح باللفظ الفصيح، انا هقول المعنى الصح باللفظ الصح. فرح قايل ايه؟ يقال المعنى الصحيح باللفظ الفصيح، المعنى الصح هقوله باللفظ الفصيح يعني باللغة العربية الفصحى، يقال المعنى الصحيح باللفظ الفصيح. بعد كده راح قايل لي انا عندي دلوقتي قصيدة وعندي بيت، القصيدة ده عام وعند البيت ده يعتبر بالنسبة لي خاص. شوفوا معايا خليل مطران هينظر للبيت ازاي وهينظر للقصيدة بشكل عام ازاي. فنظر في البيت خليل مطران فرأى ان لا يكمن جمال البيت، تمام كده، او لا ينظر لجمال البيت المفرد. اول ما بدأ ينظر على البيت الشعري قال لك في الحقيقة لا ينظر ومش هنظر الى جمال البيت المفرد، ماليش علاقة بالبيت لوحدي وشكله عامل ازاي، ما تقوليش ان انت البيت اللي انت كاتبه ده كويس، لا انا مش عايز كده. لا ينظر لجمال البيت المفرد، ولكن ينظر لجمال البيت فين؟ في ذاته وفي موضعه. يعني ينظر لجمال البيت كالبيت نفسه في ذاته يعني في مضمونه نفسه، ومش بس كده ولا ينفصل عن موضعه، يعني موضعه في القصيدة عامل ازاي، هل هو مرتبط باللي قبليه ومرتبط باللي بعديه، ولا حاجة شاذة كده جت في النص مختلفة عن القصيدة كلها بس شكلها حلو. حتى لو شاذة كده وجت شكلها حلو عند خليل مطران ليس لها اي قيمة. ليه؟ لانه لا ينظر لجمال بيت مفرد ولكنه ينظر الى جمال البيت في ذاته وفي موضعه. بيبص لجمال البيت في ذاته يعني في نفسه وفي شكله وفي موضعه يعني في مكانه داخل القصيدة. يبقى ده لما كان بيبص لخليل مطران لمين يا جماعة؟ للبيت. بدأ ينتقل بيا خليل مطران ويبدأ يتكلم على جمال القصيدة، فقال لك ينظر لجمال القصيدة في عدة أمور، في تركيب القصيدة، في ترتيب القصيدة، في تناسق معاني القصيدة، توافقها مع ندرة الخيال وغرابة الموضوع ومطابقة ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعر الحر. قال لك ايه؟ لا ينظر او ينظر لجمال القصيدة فين؟ في التركيب، تركيب القصيدة عامل ازاي؟ في الترتيب، ترتيب الابيات داخل القصيدة عامل ازاي؟ هل الترتيب منطقي ولا مش منطقي؟ في تناسق المعاني، بتأتي بمعاني متناسقة مترابطة مع بعضها ولا مش بتأتي؟ في توافقها، المعاني كلها متوافقة مع بعضها ولا لا؟ قال لك مع ندرة التصوير، ما اقعدش اجيب صور خيالية وخلاص زي ما كان
كان بيعمل احمد شوقي؟ قال لك لا، مع ندرة التصوير، انا بجيب الصورة الفنية لغرض معين، لو الغرض ده مش موجود مش هحطها. يبقى قال لك مع ندرة التصوير وغرابة الموضوع ومطابقة ذلك للحقيقة، انا مش هروح في حتة تاني خالص، هخلي كل الكلام اللي انا بقوله يطابق ويوافق مين؟ الحقيقة ومطابقة ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعر الحر، مبتعدا تماما عن الشعر الحر، بيبتعد عن الشعر الحر مش بيلتزم به، لان الراجل ده زي ما قلنا يقال المعنى الصحيح باللفظ الفصيح. وقال لك يكمن جمال القصيدة ايضا في تحري دقة الوصف واستيفائه منه على قدر، يعني بيصف بشكل جيد وبيستفي من هذا الوصف على قدر معين، يعني لو هو عايز يوصف حاجة معينة بيجيب لها صفة مثلا معينة، ما ينفعش يبالغ في الوصف. يبقى هنا قال لك ايه؟ عن طريق تحري دقة الوصف واستيفائه منه على قدر. تاني السمات الفنية الخليل مطران، قال لك شعر عصري وفخر أنه عصري، ليس ناظمه بعبد، لا ضرورة أو لا تدفع ضرورة المحافظة على الوزن والقافية على غير المقصد، يقال المعنى الصحيح باللفظ الفصيح، لا ينظر لجمال البيت المفرد بل ينظر لجمال البيت في ذاته وفي موضعه، ينظر لجمال القصيدة فيه، عذرا، ينظر لجمال القصيدة في تركيبها ترتيبها تناسق معانيها وتوافقها مع ندرة التصوير غرابة الموضوع، ندرة التصوير غرابة الموضوع ومطابقة ذلك للحقيقة، ومطابقة ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعر الحر. يكمن جمال القصيدة أيضا في تحري دقة الوصف واستفائه منه على قدر، تحري دقة الوصف واستفائه منه على قدر. يختم خليل مطران بأن هو بيبين مجموعة من المآخذ والسلبيات اللي مش بيحبها في مدرسة الإحياء وبياخدها عليها. يبقى هنا بيتكلم مآخذ مطران على مدرسة الإحياء. مشكلة مطران مع مدرسة الإحياء بتتمثل في ثلاث كلمات: النفس، الوحدة الفنية، شعر المناسبات. النفس، الوحدة الفنية، شعر المناسبات. قول معايا معلش: النفس، الوحدة الفنية، شعر المناسبات. فقال لي أول مشكلة عند مدرسة الإحياء هي الانصراف عن النفس وما يشغلها من أحاسيس. يبقى أول مشكلة عند مدرسة الإحياء انصراف مدرسة الإحياء عن النفس الإنسانية وما يشغلها من أحاسيس، انصرفوا عن النفس وما يشغل النفس من أحاسيس. تاني مشكلة عند مدرسة الإحياء الاهتمام الزائد بشعر المناسبات. تاني الاهتمام الزائد بشعر المناسبات والمجاملات والمحافل، الاهتمام الزائد بشعر المناسبات والمجاملات والمحافل على حساب المعنى الفكر الوجدان. كل دوا بيكون على حساب المعنى داخل القصيدة، الفكر داخل القصيدة والوجدان. طبعا شعر المناسبات لو مثلا بيتكلم عن حرب، بيتكلم عن رمضان، بيتكلم عن كذا، رساء مثلا برضو ده من شعر مين؟ المناسبات. يبقى الاهتمام بشعر المناسبات والمجاملات على حساب المعنى الفكر الوجدان. اخر نقطة، عدم اهتمام مدرسة الاحياء بالوحدة الفنية. الوحدة الفنية يعني يكون موضوع القصيدة واحد، تكون العاطفة واحدة، تكون الافكار مترابطة ومتسلسلة. يبقى عدم الاهتمام بالوحدة الفنية في شعرهم. فنجد أن القصيدة عند مدرسة الإحياء، طبعا في رأي خليل مطران، نجد أن القصيدة في مدرسة الإحياء مكونة من وحدات متعددة لا نسق لها ولا نظام يجمعها. القصيدة عند مدرسة الإحياء بنلاقيها بتتكون من وحدات متفرقة لا نسق، يعني لا تناسق لها ولا نظام يجمعها. يعني لو قريت البيت دوه بفكرة والبيت اللي تحتيه بفكرة تانية والبيت اللي تحتيه بفكرة تالت تالتة خالص، فقال لك تتكون منين؟ وحدات متفرقة لا نسق لها، أو وحدات متعددة لا نسق لها ولا نظام يجمعها على المستوين، سواء كان المستوى العضوي أو المستوى النفسي، العضو اللي هي الوحدة النفسية والنفسي اللي هو الوجداني. يبقى هنا تاني عدم الاهتمام بالوحدة الفنية، فنجد أن القصيدة عند مدرسة الإحياء تتكون من وحدات متعددة لا نسق لها ولا نظام يجمعها ولا تماسك لها، سواء على المستوى المعنوي أو على المستوى اللفظي. تاني مآخذ خليل مطران على من سبقوه، أو مآخذ خليل مطران على مدرسة الإحياء،
الانصراف عن النفس، الاهتمام الزائد بشعر المناسبات والمجاملات والمحافل، عدم الاهتمام بالوحدة الفنية، فنجد القصيدة تتكون من وحدات متعددة متفرقة لا نسق لها ولا نظام يجمعها على المستوى اللفظي والمستوى المعنوي. ده الجزء النظري من مدرسة الاتجاه الوجداني. لسه عندنا جزء التطبيق وجزء التحليل اللي هنحل فيه ان شاء الله من اكتر من ملخص، سواء كان الاضواء او الامتحان او كتاب دليل المتفوقين. ولكن لو نلاحظ سنة، انا مش مأجل الحل يعني بشكل كبير، ولكن كل القصة ان انا بحاول ان انا احط مادة علمية اكتر على القناة عشان لما ابدأ احل ما يبقاش عندي اي حاجة تعطلني ان شاء الله، ولا ابقى عايز ان انا ارجع لحاجات كتير في الشرح او عايز اصور حلقات تاني كتير في الشرح. فبحاول ان انا امشي في المنهج عشان اعرف احل من كل حاجة. وصلت للنهاية. لو عندك اي اقتراح او اي استفسار او اي حاجة انزل دلوقتي سيبه في تعليق. دعمك لينا واستمرارك معانا هو اللي بيخلينا مستمرين بعد فضل الله عز وجل. فما تبخلش علينا سواء باللايك او بالشير او السبسكرايب، شارك اصحابك خليهم يجوا معاك. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.